بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا اصفرت وكانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. رواه مسلم. صلاة العصر عند اصفرار الشمس مكروهة جدا، حتى إنها سميت صلاة المنافق. وجاء التصريح في حديث أنس رضي الله عنه أن الشيطان يطلع عند اصفرار الشمس، فالنهي الذي ورد عن الصلاة عند طلوعها واستوائها وعند غروبها لأجل طلوع الشيطان معها ينطبق عند اصفرار الشمس كذلك، فرغم أن الوقت القانوني يبقى إلى غروب الشمس، حتى إن صلى ركعة قبل غروب الشمس فعليه أن يصلي بقية الركعات ويعتبر مدركا للصلاة، لا يعتبر أنه يقضي الصلاة، ولكن الصلاة مكروهة حتى سميت صلاة المنافق. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. وجاء الوعيد الشديد على فوات صلاة العصر بهلاك الأهل والمال، وعلى ترك العصر بحبط الأعمال، ومن فواته فوات وقته، وهو إلى ما قبل الإصفرار، لأنه بعد الإصفرار يبدأ وقت صلاة المنافق، الوقت المكروه كراهة شديدة. وقد مضت أحاديث في ترك الصلاة متعمدا وأنه كفر، وحبط العمل يكون نتيجة الكفر، فتخصيص العصر بذلك لمزيد أهميته. أما المغرب فلم يذكر وقتها في حديث سيار ابن سلامة الذي تقدم، وجاء بيان وقتها في حديث جابر رضي الله عنه بقول: والمغرب إذا وجبت، أي سقطت الشمس وغربت. وعن رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخر المغرب، بعد غروب الشمس يصلي صلاة المغرب حتى يكون هنالك شيء من الضوء بعد صلاة المغرب، أيضا لا يكون الليل المظلم لأن ذلك يكون وقت العشاء. ففي أول وقت المغرب عندما يرجع الإنسان من الصلاة، إذا لم يكن هنالك خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام واكتفى بصلاة المغرب، فإن الخارج من المسجد يبصر مواقع نبل، يعني لو مثلا رمى بالسهم فإنه ينظر إلى السهم أين يقع. وذكر في حديث رافع أنهم كانوا يصلون المغرب ثم ينصرفون، ويمكن لهم أن يبصروا مواقع نبلهم، والنبل جمع نبلة بمعنى السهم، أي أنه إذا رمى أحد بسهم عن قوسه بعد المغرب فإنه يبقى من الضوء ما يستطيع به أن يبصر أين وقع السهم. وهذا دليل ظاهر على التأجيل بصلاة المغرب، أنها كانت تصلى بعد الغروب والأذان فورا، ولم يكونوا ينتظرون لها كما ينتظرون في أوقات الصلوات الأخرى، وكانت تقرأ فيها السور القصار في عامة الأحوال، ولم يكونوا يشتغلون
بعد المغرب بالسنن والنوافل في المسجد، بل يصلونها في بيوتهم في أكثر الأحيان، فينصرفون بعد الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ما جاء عن المغرب، وما جاء عن العشاء سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى فيما بعد. وأكتفي بهذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.